Navy KPM. أوه واو ما شاء الله، هذا هاتف جميل جدا. يا سلام ما شاء الله. يا أيمن. نعم يا أستاذة. هاتف ذكي جديد؟ طبعا هذا هاتف جديد وسعره الغالي جدا. كم سعره؟ سعره 2532. 32؟ لماذا خطأ؟ نعم أخطأت في العدد والمعدود. أي كلمة أصح؟ لابد أن نقول 32. فما رأيك لو نراجع درس عن العدد والمعدود في ديديك تي في؟ جيد، هيا معنا. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للجميع المشاهدين ومستمعين الكرام، خصوصا للطلاب والمعلمين، وشكرا أيضا لإضاءة الديديك تي في. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج اليوم منع أتاس. وهذا اليوم سنتعلم الموضوع اللغة العربية، المادة اللغة العربية تحت الموضوع الأعداد والمعدود. ومعنا في استوديو معلمة ممتازة وهي أستاذة زاوية عبد الله. كيف حالك يا أستاذة؟ الحمد لله أنا بخير. وأنت؟ الحمد لله أنا بخير يا أستاذة. الحمد لله. وأما أنا أيضا في أصدقاء في هذا برنامج. وقبل أن نبدأ ممكن تعرف أصدقائنا، تفضل يا أستاذة. أوكي، شكرا يا أيمن. فإن شاء الله معنا اليوم الطلاب من كلية السلطان علم شاه الإسلامية. فمعنا إن شاء الله محمد حارث من ولاية بولاو بينان. ما شاء الله، أهلا وسهلا. وكذلك محمد زياد من ولاية بيرا. وأيضا معنا من بيرا أحمد معاذ. وكذلك واعز من سلنجر. ما شاء الله، كل وصيم يا أستاذة. ما شاء الله. ما الموضوع الذي سندرسه اليوم يا أستاذة؟ فإن شاء الله اليوم سنتعلم عن العدد والمعدود، خاصة للأنقود، الأنقود والمئات، وأيضا الآلاف إن شاء الله. إن شاء الله، تفضلي يا أستاذة. أوكي طيب. طيب كما قلت قبل قليل، إن شاء الله في هذا اليوم سنتعلم عن الأعداد الخاصة للأنقود والمئات والآلاف ومعدودها إن شاء الله. طيب، فأولا نريد أن نتعرف إلى المصطلحات، ما هي الأنقود وما هي المئات وما هي الآلاف. طيب، فالأنقود هي الأعداد ما بين 20 إلى 90، يعني 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 وأيضا 90. هذا هي الأنقود. وأما المئات فهي العدد ما بين 100 و900 أو 100 ومضاعفاتها، فتبدأ بمئة ثم ممكن أن نطلب من زياد لقراءة الأعداد. ممكن؟ تفضل زياد. إن شاء الله أستاذة. تفضل. 100 200 300 400 500 600 700 800 900. طيب أحسنت يا زياد، ولكن لابد أن نلفظ 600 وليس 600. أوكي طيب. وأما الآلاف، فالآلاف
هذه هي الآلاف. فممكن واعظ اقرأ الأعداد. بسم الله. آلاف ألفان ثلاثة آلاف ألف ألفان ثلاثة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف ستة آلاف سبعة آلاف ثمانية آلاف تسعة آلاف. طيب أحسنت يا واعز. أوكي طيب. فالآن نعم عندنا الآن الرقم أو العدد. فأريد من طلابي فأريد منكم تحويل هذا العدد إلى الكلمات. فالعدد الأول. طيب معاذ تفضل. معاذ يا أستاذ. نعم. بسم الله. 350 350. طيب 350 صحيح أيمن العدد؟ هذا كلام رائع رائع ما شاء الله. طيب ننظر إلى الإجابة. 350 نعم هذا صحيح جدا يا معلم. وأما الكلمة الثانية نحن في هذه السنة الآن صح؟ كيف نلفظ بهذا العدد يا من حارف؟ طيب يا أستاذة ألفان وثلاثة وعشرون. ألفان وثلاثة وعشرون صحيح؟ هذا كلام ممتاز. ممتاز. كم درجة يا أستاذة؟ درجة نؤتي درجة الامتياز. امتياز ممتاز. ما شاء الله. وليس جيد جدا ممتاز. ممتاز ما شاء الله. طيب نستريح قليلا يا أستاذة. أوكي ابقوا معنا في برنامج ديديك تي في كي بي ام. jangan kemana-mana. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إلى برنامج ديديك تي في كي بي ام. واليوم سنتعلم المادة اللغة العربية تحت الموضوع الأعداد والمعدود. تفضلي يا أستاذة. شكراً يا أيمن. فالآن نأتي إلى القواعد المتعلقة بالعدد والمعدود للعقود. العقود باللغة الملايوية بولو. بولو سبنانية. أوكي طيب. فننظر أو نتأمل إلى الأمثلة. فأمامنا أو أمامنا في هذا اليوم جملتين. الأولى حضر 20 طالبا إلى القاعة. وأما الجملة الثانية تصدق الغني على 30 فقيرة. طيب يا أيمن أين لا. العدد والمعدود هنا؟ هذا طبعا 20 بالعدد وطالبا معدود. طيب ما شاء الله. هذا الحال صحيح صح؟ صحيح شاطر جدا. جزاك الله خير. وفي الجملة الثانية عندنا 30 فقيرة. العدد والمعدود. طيب وفي الجملة الأولى كما قال أيمن 20 هو العدد وأما طالبا هو المعدود. فالآن ننظر إلى العدد. لماذا نقرأ أو نلفظ العدد هنا بعشرون وليس بعشرين؟ فلا بد أن ننظر إلى موقع الإعراب للعدد. فالعدد هنا فاعل لأنه يأتي بعد فعل فلذلك أنه مرفوع. طيب وأما المعدود هنا فهو في حالة مفرد وكذلك في حالة منصوب. هذا ما نلاحظ في المثال الأول. وأما في المثال الثاني
فالعدد هنا أين العدد هنا يا يا حارس؟ العدد هنا أين؟ العدد هو 30. نعم 30. وأما المعدود؟ ومعدود هو فقيرة. فقيرة ما شاء الله. العدد هنا لماذا نقرأها بثلاثين وليس بثلاثون؟ يا أستاذة فهو اسم مجرور. نعم اسم مجرور. وأما المعدود فهنا أيضا مفرد ومنصوب. لذلك نستطيع أن نستخلص من الأمثلة بأن العدد والمعدود للفظ لألفاظ العقود تبقى على لفظ واحد لا تتغير، أي ليس هناك عدد مذكر أو مؤنث، فقط واحد عشرون، وليس هناك عشرونات لا. وهو أيضا أو وهي الألفاظ العقود أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم، فلذلك هو أو هي مرفوع بالواو ومنصوب وأيضا مجرور بالياء. طيب وأما المعدود فسيكون مفرد منصوب. طيب والآن نأتي إلى المثالين الجديدين إن شاء الله. والمثال الأول يسجل ثلاثة أو 23 طالبا اليوم، والمثال الثاني علم الأستاذ 31 تلميذة. فالعدد والمعدود في الجملة الأولى 23 طالبا، وفي الجملة الثالثة 31 تلميذة. طيب فأين العدد والمعدود أو أيهما العدد وأي أيهما المعدود هنا يا واعز في الجملة الثالثة؟ تفضل واعز. 31 لا لا الأول الأول الجملة الأولى. المعدود هو 23. طيب المعدود لا العدد. نعم. 23. نعم. والمعدود طالبا. طالبا 23 العدد، وأما طالبا المعدود. الآن انظروا إلى ثلاثة. ننظر أو نتأمل ندقق في كلمة ثلاثة، وهي الأحد للعدد نموسا الأحد. فقارن بينه وبين المعدود، ماذا رأيت فيها يا زياد؟ تفضل زياد. ثلاثة وطالبا ماذا رأيت فيها فيهما؟ هل هناك الاختلاف في الشيء؟ نعم. ثلاثة يوجد تاء مربوطة ولكن طالبا لا يوجد. هناك تاء مربوطة في ثلاثة، وأما في طالبا ليس هناك تاء مربوطة. إذن ما هي الاستنتاج هنا يا زياد؟ طيب لأن ثلاثة هو يخالف يخالف مكتوب الأحد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. طيب يا لأن من عدد ثلاثة إلى تسعة يا في عدد مفرد لابد الاختلاف يا بين العدد والمعدود. وأما في الجملة الثانية نرى هنا كلمة واحدة واحدة وثلاثين تلميذة، فواحدة هنا الأحد وتلميذة هنا المعدود، فالأحد هنا متفق مع المعدود.
طيب فماذا نستنتج من هذه الأمثلة؟ هكذا أولا الآحاد للعدد يعني خاصة لواحد واثنان سيطابق المعدود في التذكير والتأنيث، وأما الأحد لرقم أو لعدد ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. وهكذا هي القواعد المتعلقة بالعدد والمعدود لألفاظ العقود والأعداد المعطوفة. فالآن نأتي إلى التدريبات. طيب فالسؤال هو صحح الأخطاء لما تحته خط فيما يأتي. طيب الجملة الأولى سافر 90 رجلا إلى اليابان. ذهبت إلى اليابان يا أيمن؟ ليس بعد. ليس بعد. نذهب معا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يا مؤذ. طيب أجب الأسئلة. تفضل. يا أستاذ. طيب. سافر 90 رجالا إلى اليابان. 90 رجالا؟ إلى اليابان. رجالا أم رجلا؟ 90 رجالا. رجالا. لا رجلا. 90 صحيح. ولكن هنا رجلا وليس رجالا، لأن لقد قلنا قبل قليل لابد أن يكون المعدود مفردا ومنصوبا. 90 رجلا. إذا نعطي له جيد جدا. ما شاء الله جيد جدا. جيد جدا لأن هناك الخطأ. طيب ثم ثم نأتي إلى الجملة الثانية. حضر 24 مستهلكا إلى السوق. طيب يا حارث أجب الأسئلة أو السؤال. نعم يا أستاذة. نعم. الإجابة هي حضر 24 مستهلكا إلى السوق. 24. لماذا يا حارث؟ فهو يخالف. يخالف المعدود. نعم. أين المعدود هنا؟ أين المعدود هنا؟ 24. هذا العدد عدد. 24 العدد. المعدود أين المعدود؟ مستهلكا. نعم مستهلكا. إذن الإجابة صحيحة 24 مستهلكا. نؤتي له ممتاز. إن شاء الله ممتاز. طيب إذن ننتقل إلى السؤال الثالث. أعطى الموظف التعليمات إلى 50 مشترك. إلى 50 مشترك. فما هي الإجابة الصحيحة يا زياد؟ تفضل زياد. أعطى الموظف التعليمات إلى 50 مشتركا. مشتركا. لماذا نقرأ مشتركا وليس مشترك؟ يا زياد. لأنه منصوب. لأنه منصوب. منصوب. لماذا منصوب؟ لأن 50 هو اسم مجرور. لأنه معدود. نعم لأنه معدود يا زياد. اوكي طيب إذن ماذا نؤتي؟ جيد جدا. جيد جدا. اوكي طيب وأما السؤال الأخير 90 طلابا يحصلون على الدبلوم. يا واعظ ما هي الإجابة الصحيحة؟ بسم الله. 90 طالبا يحصلون على الدبلوم. ما شاء الله 90 طالبا يحصلون على الدبلوم. لماذا طالبا وليس طلابا؟ لأنه المعدود مفرد منصوب. المعدود لابد أن يكون مفردا
wa mansuban. Masya Allah, mumtaz. Mumtaz, masya Allah. Mungkin nastarih qalilan ya ustazah. Sana'ud ba'da qalil ibuku ma'ana fi barnamij Didik TV KPM. KPM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM. Al-yawm sanata'alamul madda lughat al-arabiyya tahta al-mawdu al-adad wal-ma'dud. Puluh, ratus dan juga ribu. Wa hadal qisim, tafadhal ya ustazah. Baik, syukran ya Aiman. Wal-an insyaAllah na'ati ila al-mi'at wal-alaf fil-adadi wal-ma'dud. فنتعلم القواعد اولا ثم نطبق في التدريب ان شاء الله. طيب فامامنا الان جملتين. حضر 100 طالب الى القاعه. واما الجمله الثانيه تصدق الغني على 1000 فقير. فنلاحظ بان العدد والمعدود في الجمله الاولى هو 100 طالب وفي الجملة الثانية عندنا 1000 فقير. طيب ومئة هنا العدد وأما طالب المعدود. ونرى بأن 100 هنا أنا قرأت 100 هنا بمئة. لماذا يا زياد؟ تفضلي. مئات هو مرفوع. مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ في موقع فاعل. ما شاء الله، لأنه فاعل، كأنه سيبويه، لأنه هو الفاعل. طيب، نعم، العدد هنا مرفوع لأنه فاعل، فنقرأها أو نقرأه بمئات، وأما المعدود هنا فهو مجرور طالب لأنه مضاف إليه وهو أيضا مفرد. طيب وكذلك في الجملة الثانية فأين العدد والمعدود هنا يا معاذ؟ يا أستاذة. ألف فقير. ألف أو ألفي. ألف فقير. فالعدد هنا ألف والمعدود فقير. فقير. فلماذا نقرأ ألف هنا وليس ألف وليس ألف؟ مجرور. مجرور. طيب لماذا مجرور؟ بالياء. لا، لماذا؟ ستتعني كنف مجرور بال هنا مجرور وليس منصوب لأنه يقع بعد حرف جر على ألف فقير. فالعدد هنا مجرور وأما المعدود أيضا مفرد وطبعا لابد أن يكون مجرور. العدد للمئة لابد أن يكون مجرور. فلذلك نستنتج منها من الأمثلة بأن العدد والمعدود لمئة وألف ومضاعفاتهما تبقى على لفظ واحد ولا تتغير، أي أنه دائما مئة وليس هناك مئة فقط مئة. وأما ألف هكذا أيضا، ألف فقط، ليس هناك ألفة. طيب، وهي تعرب حسب الموقع، وكذلك في المعدود، فالمعدود يبقى مفردا ومجرورا. طيب، ونأتي إلى المثال الثاني. طيب، فهنا في الجملة الأولى يسجل 125 طالبا اليوم.
أما الجملة الثانية علم الأستاذ 5,022 تلميذا. يا طيب طيب فأين العدد والمعدود في الجملة الأولى يا وعيز؟ طيب تفضل يا أستاذة. نعم العدد هي 125 والمعدود طالبا. طيب العدد والمعدود 125 طالبا. وأما في الجملة الثانية يا هارس؟ يا أستاذة. نعم العدد هو 5,022 ومعدود وتلميذا. طيب يا 5,000 وليس ألف يا 5,000 أو هنا 5,000 واثنان وعشرين تلميذا. طيب ففي الجملة الأولى كما قال وعيز بأن هناك 125 العدد وأما طالبا هنا معدود. الآن نريد أن ننظر إلى الآحد في العدد. أين الآحد هنا يا معاذ؟ أين الآحد هنا؟ يا أستاذة. أها. الآحد ساعنا من؟ وخمسة. وخمسة. وعندما ننظر أو نجد بأن خمسة هنا عندما نقارن بالمعدود طالبان فهو يخالف المعدود كما كان في العقود. طيب وأما المعدود فهو كما قلت قبل قليل مفرد ومنصوب. وفي الجملة الثانية 5,022 أصلا هناك خطأ قليلا لأن المفروض أن يكون واثنين هنا. أخطأت أنا. لأن هنا منصوب. علم الأستاذ مفعول به، إذا نقرأها أو نقول اثنين وليس اثنان. طيب طيب 5,022 هذا هو العدد وتلميذا المعدود. وكذلك ننظر إلى الأحد. أتينغو نومبو ساي فاثنين هنا مذكر وكذلك في العدد تلميذا أيضا مذكر. إذن هنا يوجد التطابق لأن اثنين واحد واثنين تطابق مع المعدود في التذكير والتأنيث. وأما ثلاثة إلى تسعة هناك الاختلاف في التذكير والتأنيث. أو هذه هي القاعدة بأن الآحد يطابق المعدود في التذكير والتأنيث. يا ساديا sama dengan sa akan sama dengan معدود dari segi jantina nombor 1 dan 2. Tapi kalau nombor sanya 3 hingga 9 maka dia perlu berlawanan jantina dengan معدود. Ini yang sangat penting. Kadang ini yang menyebabkan kita susah nak kuasai tajuk adat معدود. Ya, sebab kita dalam bahasa Melayu kita tak ada perlawanan jantina di antara adat makdud. Tapi dalam bahasa Arab adanya konsep lawan jantina di antara al-adad dan juga al-makdud. Mafhum amla ya tullabi? La na'arif illa idha nu'tihi su'al. Su'al, na'am. Fal'an na'ati ila tadribat. Tayyib, at-tadrib al-awwal. املأ الفراغ الآتي بالإجابة الصحيحة. الجملة الأولى تطبخ النساء فراغ وجبة. طيب فكيف نلفظ هذا العدد يا حارث؟ تفضلي. الإجابة هو ألفا. ألفا
المفروض أن تختار. أنا نسيت. أي واحد؟ أي واحد؟ ألف أم ألف؟ اثنين. اثنين الورقة. الأخضر. طيب الأخضر ألف. لا ألف ألف. ألف. طيب ألف. فننظر إلى الإجابة. نعم ألفا ما شاء الله. لماذا ألفا يا حارث وليس ألفا؟ يا أستاذ فهو منسوب، فهو منسوب لأنه موقعه مفعول به. مفعول به ما شاء الله. شاطر ممتاز. ممتاز. ممتاز جدا. طيب نأتي إلى الجملة الثانية. طيب حاضر. الجملة الثانية حضر فراغ متطوع إلى الورشة. طيب زياد نكي. طيب أي واحد؟ أي واحد الإجابة للسؤال؟ ثلاثمائة أم ثلاثمائة؟ أزرق أو ثلاثمائة؟ ثلاثمائة الأزرق. إذن الأزرق. الأزرق. أزرق. لماذا 300 وليس 300؟ لأنه هو مرفوع في موقع فاعل. موقع فاعل. فاعل. نعم. إن شاء الله. صحيح 100%. 100%. فاعل. ما شاء الله. ممتاز. طيب نأتي إلى السؤال الثالث. طيب والجملة هي تشترك فراغ طبيبة أو هنا طبيبة في المؤتمر. أوكي. طيب يا واعز أجب الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة. أوكي. تفضل يا أستاذة. الإجابة هو تشترك 446 طبيبة في المؤتمر. الأزرق. ما شاء الله. صحيح الأزرق؟ هل صحيح؟ نعم. كلام ممتاز. أوكي رأي. طيب إذن تشترك 446 طبيبة في المؤتمر. لماذا نختار 6 وليس 6؟ لأنه موقع فاعل وهو مرفوع. فاعل مرفوع لا تتعلق بالمذكر والمؤنث. يا واعز انظر إلى انظر إلى المعدود. أين المعدود هنا؟ المعدود هو طبيبة. طبيبة. وطبيبة مؤنث أم مذكر؟ مؤنث. مؤنث. إذن العدد لابد أن يكون مذكر. مذكر. نعم هكذا. طيب جيد جدا. جيد جدا. جيد جدا. جيد جدا. ثم وأما السؤال الأخير تمد الحكومة المساعدة إلى فراغ محتاجا. بقي لنا معاذ صح؟ طيب أستاذة تمد الحكومة المساعدة إلى 221 محتاجا. 221 الأزرق. نعم. الأزرق أيضا. نعم 221. لماذا واحد وليس واحدة يا معاذ؟ المعدود. أين المعدود؟ محتاجاً. محتاجاً. فالمعدود هنا مذكر أم مؤنث؟ مذكر. مذكر. وأما العدد هنا لابد أن يكون مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. مؤنث؟ مذكر. 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 لماذا؟ لماذا يا معاذ؟ يوافق. عدد واحد واثنان يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. إذن
mi'ataini wa wahidin wa wa ishrin. Okey. Jayyid jiddan. Jayyid jiddan. Nah, masya-Allah. Jayyid jiddan. Mungkin nastarih qalilan ya ustazah. Nah. Sawfa na'ud ba'da qalil. Ibqu ma'ana fi barnamij Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM. Alam sanat sa'alamul maddah logatul Arabiyah tahtal mawdu al-adad wal-ma'du. Tafadli ya Ustazah. Syukran ya Aiman. Tayyib. Falhamdulillah, laqad intahayna al-munaqasha'an al-qawa'id al-muta'alliqah bil-adadi wal-ma'dud lil-uqud wal-mi'at wal-alaf. Tayyib. Wal-an insya'Allah sawfa au sanati ila at-tadribat المكثفة ولكن قبل ذلك نعيد مرة أخرى القواعد عن العدد والمعدود للعقود والمئات والآلاف ولقد رأينا قبل قليل بأن العدد للعقود والمئات والآلاف لا تتغير أي أنها لا تذكر ولا تؤنث وإنما يبقى على أو تبقى على لفظ واحد وكذلك هي تعرب حسب المواقع لذلك نقول حضر 20 طالبا فعشرون تعرب كفاعل كما رأينا قبل قليل وكذلك للمئات والآلاف فكلها لا تتغير لا تذكر ولا تؤنث وتعرب حسب الموقع طيب وإنما العدد المعطوف فهي تختلف فننظر إلى الآحاد إذا كان الآحاد واحد أو اثنان فلا بد أن يطابق المعدود في التذكير والتأنيث وأما إذا كان الآحاد من ثلاثة إلى تسعة فلا بد أن يخالف المعدود في التذكير والتأنيث فهكذا العدد المعطوفة طيب وأما المعدود فالمعدود للعقود والمئات والآلاف دائما يأتي مفردا ومنصوبا صحيح ولا لا يا زياد صحيح ولا لا؟ صحيح يا أستاذة صحيح أعطيني مثال ممكن؟ مثال لمعدود مفرد مجرور ممكن؟ معدود مفرد مجرور نعم حضر مئة طالب إلى الفوق نعم حضر مئة طالب إلى القاعة فطالب هنا مفرد مجرور طيب وأما المعدود للأعداد المعطوفة فلا بد أن يكون مفردا منصوبا وليس مجرورا فهكذا هي القواعد التي تعلمنا قبل قليل فالآن نأتي إلى التدريبات فالسؤال الأول هذا هو السؤال ولكن لا نعرف من يجيب هذا السؤال ما رأيك لو تختار أوكي. بسم الله الاسم نعم أي واحد كما تريد أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم من هو معاذ معاذ طيب تفضل يا معاذ اختر الإجابة الصحيحة يا معاذ في كل سنة في كل سنة 365 يوما
جيم. طيب ثلاثو مئة وخمسة وستون يوما. ننظر إلى الإجابة. ما شاء الله الإجابة صحيحة. هو ممتاز. ممتاز. أوكي ثم. ثم نأتي إلى السؤال الثاني. طيب. اختار واحد. اختار الاسم. بسم الله. من هو؟ أوكي. ها. واعظ. يا واعظ. طيب. والسؤال: كون ما يأتي في جمل مفيدة. والجملة هي جملة فيها العدد من العقود ومعدوده. إذن اكتب الجملة. طيب. الإجابة هو أكل 20 طالبا الأرز. كتبت الجملة أم لا؟ نعم. أين الجملة؟ ارفع الورقة. أكل 20 طالبا الأرز. ما شاء الله جملة صحيحة. صحيحة. إذن هو ممتاز. ما شاء الله ممتاز. ممتاز. طيب. طيب. ثم نأتي إلى الاسم الثالث. نعم. زياد. زياد. يا زياد هذا سؤال لك. اكتب العدد الذي بين القوسين بالكلمة مع تغيير ما يلزم. تفضل. تفضل يا زياد. خمسمائة وسبعة وعشرون فردا. خمسمائة وسبعة وعشرون فردا. لماذا سبعة وليس سبع؟ لأنه هو يخالف المعدود. لأن الأحد هنا لابد أن يخالف المعدود. ننظر إلى الإجابة. نعم خمسمائة وسبعة وعشرون فردا. طيب ممتاز. ممتاز ما شاء الله. تفضل. ثم وأما الاسم الأخير طبعا ليس إلا هو حارث. حارث. طيب يا حارث السؤال لك. املأ الفراغ الآتي بالإجابة الصحيحة مستعينا بالعدد بين القوسين. طيب تفضل يا حارث. تفضل. نعم يا أستاذة. تجمع وثمانمائة وخمسون خبيرا في الندوة. ألف وثمانمائة. طيب. ألف وثمانمائة وخمسون في الندوة. طيب. صحيح أم لا يا أيمن؟ هذا كلام رائع جدا. طيب. ألف وثمانمائة وخمسون خبيرا. تجمع ألف وثمانمائة وخمسون خبيرا في الندوة. ممتاز. ممتاز. يا سلام. ما شاء الله مبارك لكم. ونأتي إلى العلبة الثانية. العلبة الثانية. إن شاء الله. طيب. من هو؟ معاذ. معاذ. نفس السؤال. للعلبة الأولى صح؟ اختر الإجابة الصحيحة. طيب والجملة هي استمع فراغ إلى المحاضرة الدينية. طيب يا معاذ. يا أستاذة استمع خمسون طالبا إلى المحاضرة الدينية. جيم. جيم أيضا. نعم خمسون طالبا إلى المحاضرة الدينية. الإجابة صحيحة. إذن هو ممتاز. ممتاز. ثم ثم ايوه من هو؟ زياد. طيب زياد والسؤال لك يا زياد. كون ما يأتي في جمل مفيدة. جملة فيها العدد ألف
wa ma'aduduhu. Hadara alfun talibin. Hadara alfun talibin. Masya Allah, jumlah sahihah. Walakin la budda an yakun hunaka hamzah alal alif. Alf. Tayyib, ya Ziyan? Okey. Masya Allah. Hunaka khata qalilan. Izan, nu'ti lahu jayyid jiddan. Al-khata fil imla. Fil imla. Fil imla. Qabla an nantahiya, Ustazah. Naam. Mungkin ayu khulasa aw nasiha khususan litulab fil bait wa fi studio. Tafadhali ya Ustazah. Tayyib, fa ansahukum ayyuhatullabi fi studio wa kadhalika al-mushahidun aw al-abna'i fi تعلم اللغة العربية علينا الجد والاجتهاد لأن هذه اللغة ليست لغة ليست لغة ليست لغتنا ولكن علينا القدرة للتعلم على هذه اللغة وعلينا المراجعة الكثيرة فإن شاء الله ننجح ما شاء الله شكرا جزيلا يا أستاذة كم درجة لكل الطلاب اليوم يا أستاذة على كل هذا برنامج كلهم ممتازون بل متفوقون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أستاذة di manakah kita nak dapatkan bahan-bahan rujukan pembelajaran kita pada hari ini murajaah aina ya Ustazah tabaan fi portal delima Portal Delima KPM. Masya Allah, syukran jazilan ya Ustazah. Di atas penjelasan ataupun pembelajaran yang kita belajar pada hari ini, ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.